تتويج للفتره اللي حسين محافظ فيها على الاستمراريه اللي هم السنه وشويه دول. حسين قبل كده كان بيقدم احيانا مباريات كبيره، لكن السنه وشويه دول ما يحسب لحسين ثبات مستواه، ويحسب قبليه المدرب صح. يحسب لحسين انه استعمل ريمونتادا على نفسه وحط نفسه في المكان اللي المفروض كان يبقى فيها قبلها بحبه كتير، لكنه حسين فضل فتره متاثر زي ما قلنا بقيمه الصفقه اللي جه بيها والضغوط الجماهيريه، وهو قصر شويه وابتعد شويه عن حاله التركيز. لكن الحاله اللي عليها حسين دي حاله تبين لك النهارده لو نعرض الحالات بتاعت حسين كمان اللي هي ملي اشتغلنا عليها من شويه، لكن تشتغل واحنا بنتكلم يعني الهدفين. الهدفين يا كريم هدف في شغل زي ما قلنا تكتيكال كتير جدا، لكن في النهايه ايه اللي حسمه؟ شغل فني شرحناه تفصيليا، المهاره الفرديه بتاعت حسين الشحات. لا حسين الشحات بقى يساوي كتير في خط هجوم النادي الاهلي. حسين الشحات القرار بتاعه يا بعمل اسيست يا بعمل جول حسب الزاويه المتاحه، ما بقتش بلغه الكره عشان الناس تفهمها الفزلكه، ما بقتش اتفزلك، ما بقتش ان انا بحاول طول الوقت نعمل فكره جديده، انا بطبق اللي بيطلب مني، ولما انا بقى الاند بوينت، انا النتيجه في النهايه، القرار بتاعي يبقى سليم، القرار بتاعي يبقى صح، يصنع يسجل صح. هنا ماشي الكوره، ماشي الفرمات بتاعت حسين حاله حاله دي. بص الراجل الحركه الباس ابتدى يتحرك، كل دي قرارات. الراجل لقى نفسه انه المدافع واقف له ورجليه مفتوحه، سهله جدا ان انت تعدي منه واحد على واحد راح معدي كمل فريمز، بعدين راح معدي منه وراح حاططها في بطن رجله. هنا بقى الجوده صح. الجوده في الانهاء، وهو ده اللي نقل حسين للمكان اللي هو فيه حسين دلوقتي صح. حسين اتنقل لمكان تاني خالص، بقى الناس دايما بتتكلم لا حسين لازم يبقى موجود. رضا سليم بيكسر الدنيا، بيرسي يمكن دار بيني وبينك النهارده مناقش على جاي 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 لك فيه، انا هنتناقش وهنتناقش بس حطها في اقصى الزاويه اليمين للحارس، لانه تاني حسين عنده ميزه مهمه جدا، القرار والاسكان. حسين دايما قبل ما يتباصي او قبل ما يشوط بيرفع عينه يشوف الجون واقف فين، يشوف المدافعين واقفين فين، ويبتدي يشتغل. الحركيه بتاعت حسين بقت ممتازه، حسين بقى بيشتغل صانع لعب في اوقات كتير جدا، حسين يقدر يشتغل على الطرف، حسين وديه على اليمين ماشي بشكل ممتاز. لا بيرسي تاو رجع من الاصابه وعايزين نستفيد منه، ودي حسين ناحيه الشمال، يقعد حسين على الدكه او يغيب للايقاف او لغيره، حسين بيرجع بنفس الحاله ونفس المستوى نجم من نجوم النادي الاهلي. ولن ينسى لا حسين ولا جماهير النادي الاهلي ما قدمه في مباراه الهلال السوداني في نقطه كانت هي حجر الزاويه في فوز النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا الموسم الماضي، وكانت عنق الزجاجه اللي الاهلي مر منه بتسجيله هدفين في مباراه الاهلي والهلال السوداني في القاهره. جاب هدفين والراجل كان نزل من على الدكه صح. نزل من على الدكه اساسي يمين شمال، هو رجل كل المواقف الصعبه في السنه ونص الاخيره. حسين الشحات ممتاز. حسين الشحات شابو كبير ليه والمدرب اللي جهزه طبعا، وشابو كبير ليك انت بصراحه. الله يخليك النهارده متالق بزياده، دايما متالق بس النهارده متالق بزياده يعني.